والله انا بديلش واحده واحده يعني. اولا البطاله مثلا ابو الخصيب، سبق ان التقينا ويا الاخ محمد طاهر، قلنا له سياده النائب اكو مشروع عمل، مشروع غاز السيبه، واهل السيبه واهل ابو الخصيب يعانون من البطاله. يا اخي ليش محافظات وليش هنود وليش باكستانيين يشتغلون بمشروع غاز السيبه واهل السيبه واهل ابو الخصيب ما يشتغلون به؟ اذا تردين تسوي جلد الى العمال اللي يشتغلون بالمشروع ما يطلعون بيهم 20 نفر، في حين هو 3000 كادر المشروع هذا من ناحيه البطاله. 20 نفر عراق والباقيين من وين جايبهم؟ والله احنا نسال نقول المسؤول نسال نقول له هذا المواطن بذمه من؟ هاي العائله الفقيره اللي والله ما عنده شغل بذمه من وين يروح؟ يعني انتم تجبرون تخلون المواطن بهذا الشكل، تجبرون انه يسلك مسالك اخرى اللي القانون يحاسب عليها.